رغم أن القارة الإفريقية تعد الأقل انبعاثا للغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، فإنها الأكثر تضررا من تداعياته السلبية. وكعادتها تحمل مصر على عاتقها عبء الدفاع عن القارة السمراء، حيث تسعى خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لدعم مسار العمل المناخي في إفريقيا بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية. يبدو أن الدول الإفريقية ستجد ظلتها في مؤتمر المناخ COP27، أو هكذا يجب أن يكون الأمر. فالقارة السمراء التي يسكنها 17% من سكان هذا الكوكب تساهم بنسبة 3% فقط من انبعاثات الكربون، ورغم ذلك فهي القارة الأكثر تضررا من آثار الانبعاثات التي تؤثر بشكل سلبي على المناخ، ما أدى إلى تعرض القارة لكوارث طبيعية مثل الفيضانات التي حدثت في جنوب إفريقيا والعواصف الاستوائية والأعاصير التي دمرت مدغشقر وموزمبيق وزيمبابوي وملاوي وحالة الجفاف القياسية في القرن الإفريقي. من أجل هذا وانطلاقا من مسؤوليتها، حملت مصر على عاتقها عبء الدفاع عن القارة السمراء، حيث ستسعى القاهرة خلال المؤتمر لدعم مسار العمل المناخي في إفريقيا بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية المرجوة، من خلال التركيز على عدد من المشروعات المحتملة التي من شأنها أن تسهم في معالجة الأزمة، مثل تحالف إفريقيا للهيدروجين الأخضر بين مصر وموريتانيا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا. بالإضافة إلى نشاطات أخرى تسعى إليها مصر خلال المؤتمر كإتاحة التمويل وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة بما يمكن دول القارة من مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية المختلفة وتخفيف العبء عن الأفارقة، خاصة في الدول التي عانت من التصحر والجفاف الناجم في مجمله من آثار الانبعاثات الحرارية، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي والانتقال إلى اقتصاد دائري. ومع تزايد حدة تداعيات التغيرات المناخية والآثار السلبية للاحتباس الحراري على إفريقيا، ستسعى دول القارة من خلال المؤتمر لإلزام الدول الغنية والتي تساهم بنسبة أكبر في الانبعاثات الكربونية، ستسعى لإلزامها بالوفاء بتعهداتها بدفع التمويل اللازم لمساعدة القارة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، حيث وعدت تلك الدول في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة بحلول 2020، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، ليزداد الأمر سوءا بإعلان تلك الدول عدم قدرتها على الوفاء بتقديم هذا المبلغ حتى 2023. وتعد أزمة الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه القارة، حيث يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة أن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار في هذا المجال، ما يدعو الدول الغنية للمساهمة بشكل فعال في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا.